السلام عليكم اصدقاء المتابعين، مرحبا بكم. اليوم غادي نشوف خاصيه ديال بلوتوث على جهاز زين زين لايت زين بلس زين دو، كلشي بحال بحال. غادي نتيستي هذا الموديل. هذا الموديل هذا وغادي نتيستي هذا الموديل الاخر. غادي نمشيو غادي نخدمو ان شاء الله بهذا الباف، هذا باف بلوتوث نوني. غادي نمشيو سي نيتورك سيتينغ بلوتوث، هنا رفليش بالاحمر سيعطينا اللي كاينين هنا. غادي نتيست هذا الباف هذا، غندير اوكي، غندير يس كونيكت اوكي، وغادي نشوف واش غادي يخدم ولا لا. هنا ما عطاو والو، غادي نحيد هاد الدونغل هذا راه ما خدامش. غادي نجرب هاد الموديل هذا كيكون كبير شويه، هذا ضغط البطون الاحمر ريفريش ريفريش. انا ما عطاش، غادي نطفي الجهاز ونعاود نشعلو. اوكي غادي نعاود نجرب نوني شو نيتورك سيتين بلوتوث، هو هذا كونيكتا. غادي ندير اوكي، ندير يس نكونيكتي، هاو تكونيكتا اوتوماتيك. غادي نخرج، غادي نشوف الصوت. وعلى مستوى المشاركات في فئة الذكور جرى هذا اليوم اختبار خاص بالنسبة لمسافة 8 السيد ممثل الحفل العام، تؤكدون ملتمساتكم الكتابية؟ نعم سي. أو آخر مبحث من المباحث التي تبحث في علم أصول الفقه لأنه يحتاج إليها العالم لهذا فيحتاج فيها ذلك الذي درس الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهذه الأدلة وأحاط بها إحاطة شاملة كاملة، ماذا يفعل إذا تعارضت؟ فها هنا يختمون بهذا الباب، وقبل ان يختموا بباب التعارض وقد يختمون بباب مزيان، لان هذا لا يكون الا للمجتهد ولا يكون خلاصه إن كان له حظ وافر. هذا الموديل هذا بعدها يضبطون له القواعد التي هادا بها يستطيع ان يميز التعارض الحقيقي من التعارض الظاهري، ويعطونه الاليات التي بها يستطيع ان يوفق بين ما هو متعارض او على الاقل ان ينزله منزله الذي اراده المشرع. نعم استاذي الكريم بارك الله فيكم. اذا ننتقل الى السؤال الثاني حول ما المقصود بهذه الادله وما مفهوم التعارض بينها، بارك الله فيكم. يلا يا اخوان السلام عليكم.